اهلا وسهلا بيكم في حلقه غريبه شويه. احنا النهارده معانا ضيف عزيز جدا. حسن، ممكن تقدم نفسك؟ مساء الخير. مساء الخير. انا جاي اكسب فقط لا غير. ايوه بقى، طبعا يا جماعه انتوا زي ما انتوا شايفين اول مره هنعمل محتوى ماتشات يونايت. احنا لغايه دلوقتي كنا بنعمل محتوى كلها اخبار، ولكن النهارده قلنا ندخل في ماتشات بقى، نجرب يعني نشوف كده البروف وكابتن مجدي عبد الغني، او كما هو ملقب بسكانك جوبلين او حسن بقى في الحقيقه. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا لو انتوا عارفين انه اللي بيلعب فيكم يونايت عارف كويس قوي، لما بتنزل ماتشات دايما بيبقى معاك على الفريق ناس ما اعرفش ليه، يعني هما مش ناس، تحس ان هما ممكن اشباح. اوكي، هنسميهم اشباح دلوقتي او زومبيز مثلا. وفي نفس الوقت الفريق اللي ضدك بيبقى عليه ناس مفتريه، ودي حاجه يعني تعرضنا لها كتير. فمش عارف النهارده نصيبنا هيبقى ايه، هل هيبقى معانا ناس كويسه ولا لا. طيب احنا دخلنا دلوقتي في المكان اللي هنعمل فيه بقى الدرافت زي ما بنسميها. زي ما انتم شايفين يعني فريقنا لغايه دلوقتي متزن الى حد كبير، والناس معاها بوكيمونات بايتمات صحيحه. يعني عاده تلاقي ناس كتير معاها ايتمات غير منطقيه، بس الى الان الموضوع شكله ايه؟ مطمئن الى حد كبير. بس دلوقتي في 2 ديفندرز في لين، ينفع تطلع انت فوق معاه؟ او هقول لك على فكره تانية، استنى انا هعمل كده يمكن السندريس يفهم. يعني هو احنا قبل ما ندخل الماتش على طول، احنا لغايه دلوقتي معناش حد بيعمل دامج كبير قوي غير السندريس، وده يفضل ان هو يدخل في المنطقه الوسطى يعني، او اللي بنسميها الجانجل. على عكس طبعا الفريق التاني، انتوا شايفين معاهم جليسيون ومش سيلفيون، لا ده ليفيون وجرينينجا يعني، بس طبعا اكتر اتنين بيعملوا دامج هما جليسيون وليفيون. فربنا يستر. حسن، توقعاتك ايه للماتش؟ توقعاتي ان انا خايف الناس دي تبقى عايزين يخش جانجل، لان انا مش عارفه جانجل بقى زومر. يعني هو زومر بصراحه مش اكتر بوكيمون حلو في الجانجل. كويس قوي، كله بيعد وانا اللي هخش الجانجل. طيب يعني هنجرب مفيش مشكله. طبعا ميزه ازومر بس ان هو بيعمل دامج كبير قوي زي ما اتفقنا بالكريتيكال هيتس بتاعته، ودي هي الابيليتي بتاعته. يعني انا مش عارف دلوقتي سنورلاكس هو اللي اخد اخر هيت ولا لا. مشكلتي بقى ان انا دلوقتي بعمل كمان ستاك. انا كمان. اوكي، مش مشكله مش مشكله، زي الفل. خد الجانجل وارجع كده نجرب تحت. طبعا يا جماعه يعني انا اول مره بجرب اعمل ماتشات يونايت، فانتوا لو عايزين تشوفوا محتوى زي ده اكتر من كده، يا ريت يا ريت يا ريت تكتبوا في التعليقات، علشان ايه يعني نعرف انتوا ناويين ايه، نكمل ولا ما نكمل. اوعى البروف ببعم. اول نوك اوت البروف ببعم راح فيها. يلا معلش، كنت بحاول استاك طبعا. ولو انتوا عارفين الايتمات بتاعت الستاكينج اللي بنتكلم عنها، هي ايتمات كل ما بتحط هدف او متسجل هدف الجول لحد 6 مرات، طبعا مش اكتر من كده، بيتحسب لك او بيتزود لك من قوة الاتاك بتاعك او قوة السبيشال اتاك او قوة او زيادة في الاتش بي يعني عفوا. فانا معايا دلوقتي اللي هي السبيشال اتاك سبيكس، بتزود السبيشال اتاك بتاعي. فهتشوفوا على الجانب السفلي اليمين من الشاشة، هتلاقوا ان انا ظهر عندي كده ايه الموضوع اللي بقول لكم عليه ده. فانا دلوقتي بحاول ان انا استاك تاني، معرفش هعرف ولا لا. عرفت فعلا، واطلع اجري بقى بسرعه بالاكس سبيد. اجري يا معلم. اي تصدق والله لسه موجود البروف بابعم، يعني ايه حياته في خطر، بس تمام. انا جاي لكم تحت، انا بس بساعد الناس اللي فوقي، وخدت لي واحده ثانكس العادي. يعني هو دي برضو يا جماعه يعني ايه حاجه من عيوب لعبه يونايت، ان بيبقى معاك ناس ungrateful، ما يعني ايه ناس جحده كده زي ما بنقول. بس يعني الحمد لله بعد ما حسن جه زي ما انتم شايفين، وايه اللين بدات تنتعش وهزمنا السنورلاكس على طول. وهنا ممكن نساعد الفريق بتاعنا انه يسجل الهدف ده. وحسن، انت النهارده تقريبا اول مره تلعب بازومرل مش كده؟ امبارح بالليل اعتقد. وايه رايك فيه؟
يعني بما انك بتجرب حاجه جديده. ايه ده، ده اللوكاريو بتاعنا كمان جه هنا. اوكي ده حاجه كويسه طبعا، لانه احنا عندنا الاوبجكتيف خلاص هيبدا حالا، ونفس الكلام الجانجلر بتاعهم جه تقريبا اللي هو السؤال جليسيون. هو الجانجلر مين الجانجلر بتاعه؟ طيب ننزل بقى نعمل الاوبجكتيف دلوقتي. بحاول ابلغ الفريق ان احنا عايزين نعمل الاوبجكتيف. للاسف كسرنا الجول على 19 نقطه، وده يعني ايه زي ما بنقول في لعبه يونايت مش البريك الحلو اللي احنا كنا عايزينه، ولكن على الاقل حصلنا على اول اوبجكتيف ودي حاجه جميله جدا مهمه. كان راجي روك اللي بيدي زياده في الاتاك والسبيشال اتاك للفريق كله طبعا، فنستخدم الاكس بيد علشان نلحق نوصل لفريقنا ونكشف كده بالخريطه بتاعتنا البوكيمونات اللي ضدنا زي الجليسيون اللي احنا موتناه ده كويس جدا. والله يعني الفرقه كويسه يا حسن، ايه رايك فيهم؟ في امل. بخاف بقى الازومر اللي بتاعنا بصراحه مش احسن. الازومر اللي بتاعنا لا يعلى عليه، لا يعلى عليه اطلاقا. هاشتاج مش اعلان. حلو، انا دخلت على الليفيون بتاعهم شطفته. اعتقد كمان ممكن اعمل كده في الجليسيون. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. والله العظيم التيم فايت ده جامد جدا. احنا بنحاول دلوقتي يا جماعه ان احنا نزق الراجي لاكي زي ما انتم شايفين في الجول ده، ودخل بالفعل. طبعا كانت زقه جامده دي يا سكانك جوبلين، مش كده ولا مش كده؟ هو انا كنت تحت بموت فانا ما كنتش معاك فيها، بس انا فعلا احنا معانا هنا الجرينينجا بتاعهم ده، لا بتاع وحش قوي الجرينينجا بتاعهم بس احنا ايه جبناه برضه. ومعنا سنورلاكس وهنا واللوكاريو بتاعنا، فاحنا بنحاول ان احنا نحطمه، وواضح ان احنا هنحطمه ان شاء الله وقد كان. بس جليسيون فتح علينا الت، وفي الت كمان اتفتح عليا، بس انا مع ذلك ان شاء الله ان شاء الله. يا سلام يا سلام يا ببعم، والله العظيم بلعت اتنين الت ومع ذلك ما زلت على قيد الحياه، بس يعني ايه ال HP بتاعي على اخره. فانا هعمل ريكول هنا، نرجع للقاعده بتاعتنا وننزل تاني على تحت. انا مش عارف انا معايا كام ستاك، معايا 5 ستاكس. اوكي مش شايف من ازازه الميه بتاعتي، ممكن نحركها شويه. طب حلو، الازومر اللي بتاعنا اللي احنا مش عارفين هو مين سرق او اخد البوكيمون اللي احنا كنا عايزينه، الراجي روك. هنا بلاستويز ده تقريبا مش عارف يعني هو الشجاعه الخطيره اللي هو فيها دي معناها ايه. وكمان الجرينينجا كمان واضح ان هو بيحاول يعني ايه يقضي على نفسه بنفسه، بس انا هموت انا كمان ولا ايه؟ فتح عليا الت ولكني لسه برضو عايش، معرفش ازاي، بس مضطر ارجع لاني على 1 HP. فالى الان فرقتنا مسيطره بشكل يعني شديد قوي. هو فتح عليا الت تحت موتني على، وانا كنت 10 HP 10% HP. لا ده كمان لو تاخد بالك لسه كنت اقول لك السندر ريس عرف يزق الراجي لاكي لحد البيس بتاعتهم، ودي حاجه عظيمه جدا يعني. بلاستويز بتاعهم انا بعمل 150 لما موت، انا موت بعمل 150 كلهم. تعالى انت مش قلت لي من شويه، تعالى بقى البلاستويز بتاعهم معرفش يعني بيعمل جنجل ايه. يعني ايه ده؟ دوكاريو فضل مستني لحد ما اجيب البتاع لو اتش بي وراح اخده مني. انا كنت انا اصلا اللي بضربها قبل ما هو يجي يعني، بس ما علينا. هو البلاستويز انا مش عارف البلاستويز بتاعهم بيعمل ايه بجد، بجد ما عنديش ادنى فكره يعني. هو كده كده يعني هيتهزم هنا دلوقتي حالا اهو، لوكاريو موته. طيب انا ليفل 12 يعني، كان نفسي احصل ليفل 13 بس هو ما فيش اي فارم عندنا، وطبعا احنا عايزين نتجمع في المنطقه الوسطى، لان زي ما انتم شايفين في عداد 10 ثواني تقريبا هيظهر فيها ريكوازا
وطبعا الفريق اللي بيقدر يهزم الريكوازا بياخد شيلدز دروع قويه جدا وكمان زياده في سرعه السكورينج اللي هي دايما انا عايزك قدامي عشان ايوه انا ما جاي لك اهو ونروح نساعد الاستاذ سكانك جوبلين كابتن مادبي. موتنا منهم الجرينينجا وده واحد من البوكيمونات اللي بتعمل اكتر دامج يعني ممكن نحاول نعمل كده برضو. هو ثلاثة منهم ميتين والرابع كمان هيموت اهو دلوقتي وده معناه ان احنا نقدر نضغط على الريكوازا ده نحصل عليه بسرعة جدا جدا. ليفلاتنا عالية بلاستويز بتاعهم يقلقني شوية بس الحمد لله بروف بيبعم يعني برضو السكيور مش كده ولا كده. والفريق اللي قصادنا ينسحب جي جي بالفعل. لا يعني يا جماعة وشكوا حلو علينا. فأعتقد دي كانت أول حلقة من بوكيمون يونايت على قناة بوكيمونيان. تعالوا نبص قبل ما نقفل الحلقة على الدامج بتاعنا أخباره إيه. نشوف كده مبدئياً السندريس بتاعنا طبعا هو الـ MVP أكتر لاعب عمل أداء عالي. الحمد لله الجانجلر أقل دامج عاملين الجانجلر أقل دامج ولكن بالرغم من كده عامل 5 نوك اوتس و10 اسيستس يعني ما فرقتش كتير عن السندريس عمله فلا تمام اداء هايل جدا. وحسن انا تقريبا اتكلمت كل الحلقه تحب تقول حاجه قبل ما نقفلها؟ احب اقول انا مش هلعب جنجل تاني. عموما يا جماعه ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لو عايزين تشوفوا محتوى بوكيمون يونايت تاني. هنشوفكم الحلقه الجايه على خير وطبعا اللي منكم عايز ينضم لنا في حلقه زي كده برضو اكتب لنا في التعليقات وسلام.